أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج مع الحدث. في هذا العدد سنتطرق للحديث عن الاستفزازات المتتالية من طرف فرنسا ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إزاء الجزائر، آخرها التصريحات اللامسؤولة، وقبلها أيضا تكريم الحركة وخفض التأشيرات أيضا مؤخرا. كما سنتطرق في الجزء الثاني للحديث عن أهم ما جاء في مجلة الجيش التي خاطبت المخزن بعبارة حادة. إذن أولا، وبالأمس القريب اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علنا بالمسؤوليات الجسيمة لفرنسا في الإبادة الجماعية في بعض الدول الإفريقية على غرار رواندا عام 94 900 و1000، وقبلها اعترف أيضا بجرائم الاحتلال الفرنسي المستثمر في الجزائر، وقال بصريح العبارة أن الناجين هم من يمكنهم منح صك الغفران، وفرار ربما نساه ماكرون أو تناساه هذه المرة عشية الانتخابات الرئاسية في فرنسا لكسب ود واستعطاف اليمين المتطرف فراح يستفز الجزائر بلدا وشعبا كما فعل أسلافه من قبل في حملاتهم الانتخابية. لكن هيهات ثم هيهات، فعند السقطات تكثر الهفوات والترهات، وهذا ما حدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما فقد بوصلته في غالب الأزمات. ورغم الصفعات إلا أن ماكرون لم يتعظ من كل هذه الخرجات. أما إن سألت عن أمة الجزائر فتلك التي صنعت نموذجا ملهما في القرن العشرين عبر الثورة التحريرية المجيدة في الفاتح نوفمبر سنة 54 900 و1000، تلك الملحمة التاريخية التي غيرت مجرى العالم الإنساني بإسقاط أكبر قوة إمبريالية في القرن العشرين وإعادتها إلى حجمها الجغرافي المحدد. على إثر كل ما ذكرته سنحاول في هذا العدد من برنامج مع الحدث الإجابة عن عدة تساؤلات عالقة، لعل أبرزها حقيقة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكل هذه الاستفزازات المتتالية للجزائر. الحديث أكثر حول هذه المواضيع بالتحليل والنقاش يسعدني أن أرحب بضيوفي في البلاطو، كل من الأستاذ علوم السياسية والعلاقات الدولية الأستاذ محمد خوجة، شكرا جزيلا لتلبية الدعوة، أهلا وسهلا بك. كما أرحب أيضا بالنائب البرلماني عن حركة البناء الوطني الأستاذ كمال بن خلوف، أهلا وسهلا بك وشكرا لتلبية الدعوة. والترحيب موصول أيضا بالأستاذ عبد العالي حسان شريف، عضو المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، شكرا جزيلا لتلبية الدعوة. بارك الله فيك. إذا مشاهدينا الكرام نبدأ النقاش بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. لو أبدأ معك النقاش أستاذ حساني، من التصريحات المستفزة حسب ما ربما أرجعها البعض والكثير من الجزائريين من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد الجزائر دولة وشعبا، والكثير يقول لك في هذه المرة تمادى ماكرون في تصريحاته كثيرا. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أشكرك وأشكر الضيوف الأكارم. الحق يعني احنا بالنسبة لنا التصرف ماكرون غير مستغرب. لماذا؟ لأن ينبغي أن يعلم الجميع، كل من يعرف فرنسا الاستعمارية، كل من يعرف تاريخ فرنسا وعلاقاتها بالشعوب وخاصة الشعوب التي كانت في يوم من الأيام مستعمرات، يعرف طبيعة التصرف الفرنسي مع هذه الشعوب ومع هذه البلدان، دائما محكوم بنظرة استعلائية، بنظرة عدائية، بنظرة استفزازية. حتى التصرف الأخير هو ليس تصرف استفزازي بقدر ما هو تصرف عدائي، يعني انتقل من الاستفزاز إلى الاعتداء المباشر على التاريخ وعلى الثقافة وعلى مؤسسات رسمية في الدولة الجزائرية وعلى ربما قضايا تخص الجزائريين وتخص شأنهم الداخلي وشأنهم السيادي. وهذا عنده أولا عنده خلفيات وعنده أبعاد. أما الخلفيات نشوفها ثلاث خلفيات أساسية. الخلفية الأولى هي خلفية قائمة على الحقد الفرنسي على الجزائر والحقد التاريخي الذي لم يتغير ولن يتغير ويخطئ كل الجزائريين شعبا وحكومة ومؤسسات، أن فرنسا يمكنها في يوم من الأيام تتغير من طبيعة أو تغير من طبيعتها ونظرتها إلى الشعوب الأخرى، وأن فرنسا يمكنها أن تكون في يوم من الأيام صديق لهذه الشعوب. هذا من الباب الأول يظهر الحقد. الأمر الثاني هو
فرنسا تدخلت في يعني تفسير تاريخي وتفسير ثقافي للشعب الجزائري، وكأن فرنسا هي التي تكتب تاريخ الشعوب، وكأن تاريخ الشعوب مسجل علامة خاصة فرنسية. وهذا يعني ربما فرنسا لما دخلت مستعمرة للجزائر كانت في يوم من الأيام دولة تابعة للجزائر في إقليم البحر المتوسط في كثير من القضايا التي كانت الجزائر سيدة فيها، وتعلم عمق هذا الشعب وعمق هذه الأمة تاريخا وربما حتى قوة وإمكانية. البعد الثالث وهو أن فرنسا لها مقاربة لا يمكن أن تتخلى عليه، مقاربتها وهي أن تبقي على هذه الدول وهذه المناطق كلها مناطق تحت النفوذ الفرنسي، سواء من ناحية اقتصادية أو من ناحية سياسية أو من نواحي أمنية أو من نواحي أخرى. الأبعاد معروفة، الأبعاد هذه الخلفيات، الأبعاد البعد الأول هو بعد انتخابي فرنسي، طبعا في كل استحقاق فرنسي أو في كل انتخاب فرنسي الجزائر جزء من المشكلات التي تشكل خطاب للساسة الفرنسيين في كل انتخابات رئاسية، ويحاولون أن يتموقعوا على حساب بعضهم البعض في التعامل مع الجزائر تاريخا وشعبا، وجالية جزائرية موجودة في فرنسا وجزائريين موجودين لهم تأثير على مسار العملية الانتخابية في فرنسا إلى غير ذلك. فالصراع بين اليمين واليسار واليمين واليمين المتطرف كل هذا يجعل من الجزائر وكأنها ملف أساسي في الخطاب الفرنسي، وربما ماكرون استعمل هذا الأمر. البعد الثاني وهو بعد أمني، فرنسا لديها مشاكل أمنية في إقليم في كل الإقليم بما فيها المشاكل الأخيرة التي يعني اندلعت ما بين فرنسا وبين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه المشاكل الأمنية سقطت كثيرة يعني هذه المشاكل الأمنية الفرنسية التي تعيشها فرنسا في دول الساحل، تعيشها فرنسا في 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 علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذا خلاها فرنسا يعني ربما تحاول أن تنفس على نفسها، تحاول تصدر أن تسترجع بعض بريق ساستها الذين فشلوا في أن يجعلوا منها دولة، دولة سلام ودولة أمن ودولة حرية كما تزعم. والبعد الثالث وهو بعد سياسي، الرئيس الفرنسي يتدخل في تفسير قضايا الشعوب، يتكلم على تونس، يتكلم على ليبيا، يتكلم على تركيا. راح حتى العلاقة سنتين الحديث أكثر فيما يتعلق بالأمر الآخر حبيت باختصار سياسي، ربما في مدة لا تتجاوز 15 يوم الرئيس الفرنسي قام بثلاث اعتداءات على سيادة الدولة وعلى مقاومة. الاعتداء الأول هو تكريم الحركة، وكان ذلك بخطاب عدائي أكثر من خطاب ربما اللي أو هو تكملة الخطاب الأخير، هذا هو تكملة الخطاب العدائي اللي أبرزه الرئيس الفرنسي في تكريمه للحركة وجعلهم ربما مفخرة له ولشعبه بما قاموا به نتيجة خيانتهم لبلدانهم. الأمر الثاني وهو أن الرئيس الفرنسي يعني بعد هذا الخطاب تدخل في قضايا سيادية لها علاقة بسيادة الدولة وسيادة نظام سياسي وسيادة، ولذلك هذا الاعتداء وهذا الاستفزاز هو بمثابة إعلان حرب لفظية، حرب سياسية، حرب باردة، حرب بكل أصناف أنواع الحرب على الشعب الجزائري، على دولة جزائرية مستقلة وسيدة لها مؤسساتها وقرارها. طيب سي كمال، لو نتحدث الآن عن تصريح هذا وما الذي يعبر عنه في هذا الوقت بالتحديد، خاصة وأن ماكرون في تصريحاته السابقة المتعاقبة أيضا تحدث عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها فرنسا من قبل في كثير من الدول الإفريقية على غرار رواندا سنة 94 900 و1000 والجزائر أيضا، وفي اتفاقيات بين الجزائر وفرنسا من قبل. ما الذي تغير اليوم في تصريحات ماكرون سي بن خلوف؟ هو في الحقيقة ماكرون لم يتغير، نحن الذين استقبلنا الخطاب وكأن فرنسا تغيرت. فرنسا هي فرنسا، هي التي قتلت، هي التي شردت الشعب الجزائري خلال 132 سنة، هي التي استنفذت قدرات الشعب الجزائري وسرقت أمواله ونهبت ثرواته. ولذلك احنا في اللاشعور الجمعي عندنا لدى المسؤولين السابقين حاولوا أن يقنعوا أنفسهم بأن فرنسا قد تحولت أو تغيرت. فرنسا تبقى فرنسا الاستعمارية، تبقى فرنسا الحاقدة، فرنسا الصليبية، فرنسا التي ترى في نفسها دولة خاضعة لشعوب أفريقيا، هي غير قادرة على العيش بذاتها، هي تعيش من أفريقيا. ولذلك
الآن الجو أو الحالة الجو استراتيجية في أفريقيا، والجزائر لها دور في هذا، تغيرت شوية. بدأت تصنع مواقع جديدة، بدأ الجيش الجزائري والدولة الجزائرية تسترجع بعض المناطق التي كانت فرنسا تظن أنها أصبحت في ضمن خياراتها الاستراتيجية الغير قابلة للتغير، فلذلك الحق الموصل العظم. ولهذا عبرت فرنسا العميقة عن طريق سفاهة لسان ماكرون فقط، عبرت عما تكنه من أضغان وحقد ومن قلق رهيب عن الوضع في الجزائر. والشيء الثاني، التعبير جاء فيه نوع من السفاهة في حكم أنه ورد في حملة انتخابية. وعادة الحملات الانتخابية هي التي تعبر، يقول له احنا في المثل العام يقول لك صاحبك إذا حبيت تعرفه غضبه. هما في حالة الغضب أظهروا ما يبطنون. ولذلك احنا ماكرون لما يعبر عنده الحق يعبر عليه وش يعبر عليه. هل احنا ناخذ العبرة؟ هل احنا قادرين كمسؤولين كدولة جزائرية ناخذ العبرة؟ موش لحظة نغضبوا ويا ما تعود فرنسا تسكت علينا نعود نولي والسمن على العسل. هذا الذي لا يستقيم، هذا الذي يخلينا أننا نفكر بماليا ونفكر في من هم خصومنا ومن هم أصدقائنا، من هم الذين يمكن أن نعول عليهم، لأن الدول تتعايش في توازنات في 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 فائدة في مصالح. من هو الذي في صالحنا ومن هو الذي ضدنا؟ من هو الذي ينتظر اللحظة التي يقسم ظهرنا ومنه؟ وهذا شفناه من فرنسا. يعني ولا محطة من المحطات التي عاشت فيها الجزائر ضربات أو تصدع داخلي جزئي أو كلي إلا ووجدنا أن فرنسا كان موقفها يظهر العداء الحقيقي للدولة الفرنسية من خلال ساساتها، سواء مرات يسميوه يصنفوه يمين متطرف، لكن هي كلها داخلة في سياق تسويق خطاب مؤسسات الدولة الفرنسية من خلال أفواه يمكن التبرؤ منها في لحظة، نبدلوا الانتخابات نجيب واحد آخر راهو مليح. لا، ولهذا نقول احنا لما نتكلم نخاطبوا رواحنا، هل احنا فقنا اليوم باللي فرنسا ما تقبلناش وما تحبناش؟ هل احنا فايقين بأننا لما تحركنا تحركات جادة أقلقنا فرنسا وقلقنا عملاء، وهذا هو مربط الفرنسا، وقلقنا عملاء فرنسا. وهذا اللي نقول عليه أنه مليح أنه الدولة الجزائرية اتخذت موقف حازم أكثر، لأنه قال هذا خط أحمر. هذا اللي يطلب منا أنه الآن نقول أننا مطلوب منا نفهمه وشعبنا يفهم، ومش شعبنا يوحده نحو صورة، نرفع تحدي إلى حوار حقيقي. طيب. بين طوائف المجتمع الجزائري كلها أو أطياف المجتمع الجزائري لتوحيد صورة تجاه فرنسا بأنها لن ترضى عنا أبدا. طيب سي محمد خوجة، أستاذ كمال تحدث عن نقطة مهمة ربما أختزلها في قضية قطع المدى الاقتصادي إن صح التعبير على فرنسا في الجزائر، هل لهذا سبب في تصريحات ماكرون الأخيرة أم أنه يقتصر ذلك من خلال هذه الحملة الانتخابية لاستعطاف اليمين المتطرف في الداخل الفرنسي؟ وكما بين الزملاء يعني بشكل مستفيض انه لتفكيك او لتحليل ما يحدث بين يعني الاستفزازات الفرنسيه والجزائريه من المهم جدا الرجوع الى طبيعه العلاقات الجزائريه الفرنسيه. وكما عبر عليها الجامعي نوفل ابراهيمي الميلي في كتابه 50 سنة من التاريخ السري الفرنسي من جزئين، أحد النقاط الهامة التي توصل لها قال هذه العلاقة قد تكون سيئة قد تكون حادة ولكنها من الصعب أن تكون طبيعية بشكل مستمر، فهي علاقة المتغير فيها هي ما يحدث في الجزائر. فكما قال الأستاذ كمال، فرنسا هناك بعد كولونيالي وهناك يعني لوبيات يعني يمينية التي يعني تستغل الأوضاع في الجزائر وتحاول أن يعني توظفها في القضايا الفرنسية، لكن التحولات التي عرفتها الجزائر لا سيما منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون والمتمثل في ضرورة استرداد يعني عامل الندية في التعامل مع الدول بشكل عام، نلاحظ بأنه
يعني خاصة فرنسا اللي كانت سابقا والآن هي ليست هي المتعامل الاقتصادي الأول، يعني كانت في مجالات كثيرة تعتبر يعني هي الشريك الأول بالنسبة للجزائر. ماذا يحدث؟ يحدث على المستوى الاقتصادي اللي تحدثت عليه فيما يخص توجه الجزائر بقوة نحو فتح أسواق في الإقليم الإفريقي، فيما يخص في العلاقات، تطوير العلاقات الصينية والعلاقات التركية والعلاقات الروسية بكل أبعادها الاستراتيجية والجيوسياسية والمختلفة على الأبعاد، هذا أزعج كثيرا. المستوى الثاني اللي فهم هذه العلاقات هو طبيعة ما يحدث في فرنسا. في الحقيقة وإكاد إحنا لا نولي يعني ليست لدينا مراكز متخصصة في تحليل وتفكيك ما يحدث، ما يحدث في فرنسا يمكن أن نعبر عليه بشكل جيد في كتاب صدر في 2015 لملكة سوريل سارتر سمته لا ديكومبوزيسيون فرانسيز، فتتحدث عن التفكك الفرنسي. هي تقول بأنه ما يحدث الآن على مستوى النخبة، ما يحدث على مستوى أسهل الأحزاب، ما يحدث على مستوى الأداء الاقتصادي، ما يحدث على مستوى تاع الشركات، تقول هي عملية تفكك وتفسخ، وأنه نحن نسير إلى أزمة أخلاقية. وتلاحظ بأنه على اختلاف باقي الدول إسبانيا وبريطانيا المشكلة الفرنسية فيما يخص الهوية، فشل المشروع الفرنسي منذ وصول اليمين، يعني منذ جاك شيراك إلى هنا فشلا ذريعا في مشكلة الهوية. فدائما هذا حصان طروادة نجده في الانتخابات، نجده في الصراع الفرنسي الفرنسي. في المرحلة الأخيرة هناك مشكل كبير حاصل في اليمين، حيث أنه هناك مزايدة كبرى في الجناح اليميني، خاصة مع صعود نجم إيريك زيمور الذي يعني تجاوز كل الطروحات التي كانت موجودة، ويطرح الآن يعني بشكل كبير جدا فيما يخص بأن فرنسا مقبلة على حرب أهلية، وبأن هناك انهيار للأمة الفرنسية، فهو زايد حتى على حزب ماريلين لوبان. فتلاحظ بأنه ما يقوم به الرئيس الفرنسي فيما يخص الجزائر هو السعي إلى يعني كسب أصوات والسعي إلى تجاوزهم فيما يخص الخطاب. البعد الثالث لفهم هذه العلاقة هو أشار إليه الزملاء، هو الانهيارات والهزائم الفرنسا أمام الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص التعاون في أفغانستان، خرجت أمريكا دون حتى أن تسأل الفرقاء. ثانيا هناك الآن مشكلة وجودية بالنسبة إلى فرنسا، كما تعلم بأنه في الحلف الأطلسي هناك تياران، تيار أطلسي تتزعمه بريطانيا، ومعنى بأنه للدفاع على أوروبا لابد من بقاء الحلف الأطلسي، وهناك تيار ما يسمى بالتيار الأوروبي تتزعمه فرنسا، وهي تقول لابد من خلق يعني ذراع عسكرية. تلاحظ الآن فشلوا في مؤخرا في إيجاد يعني بديل لما يحدث. ما حدث في أستراليا يظهر مدى حدود الوضع الفرنسي، يعني هو عبارة عن إهانة كبرى. فكل هذا يجعل من ماكرون يتجه لحصد الأصوات، هو في الحقيقة ما زال ما بدناش في الحملة الانتخابية، هي ما قبل الحملة الانتخابية، ما تسمى بلي بريمار، يعني شكون هو اللي عنده نسبة معينة باش يقدر يترشح إلى يعلن على نفسه. ما يحدث الآن هو مشكلة فرنسية حادة، ولكن الرد الجزائري هو إعادة يعني تثبيت الأمور فيما يخص الجبل الفرنسي. وتلاحظوا يعني في الكتاب اللي ذكرته تاع نوفل الإبراهيمي الميلي يشرح على تاريخ الجزائر، كان هناك دائما يعني ميولات فرنسية أو تجاوزات، وكان دائما الطرف الفرنسي يرد بقسوة. فأنا أتوقع بأنه الرد الجزائري سيميل إلى يعني رد حاسم وقوي ومؤثر. طيب أستاذ حسني، بروفيسور محمد تحدث عن الرد الجزائري، وتحدث أيضا عن رد حاد فيما يتعلق بهذه القضية وهذه التصريحات الأخيرة. أمس تم استدعاء السفير الجزائري بباريس، وقبلها ثلاث أيام تم استدعاء السفير الفرنسي هنا بالجزائر أيضا. هل ربما كل هذه الخطوات فيها حديث عن قطيعة، أم أنه الوضع في هذا الأمر لا يمكن الحديث الآن عن قطيعة في ظل هذه المعطيات القائمة؟ ولن ينبغي أن يكون الرد خارج إطار العاطفي وخارج إطار التنديد والشجب، هذاك اللي ما عنده حتى نتيجة في الأخير. الرد على الفرنسي ينبغي أن يكون رد ليجعل النفوذ الفرنسي أو التفكير في النفوذ الفرنسي يتقلص. تقليص النفوذ، احنا عندنا ثلاث قضايا أساسية اللي يعني بإمكاننا أننا نجعل من فرنسا تقبض مكانها الحقيقي والطبيعي في علاقتها مع الجزائر. القضية الأولى متعلقة بتاريخ تاعنا، احنا تجريم الاستعمار، هذا مشروع تجريم الاستعمار، من يوقفه؟ انت تكلمت على ان فرنسا اعترفت بجرائمها في رواندا، لماذا لا تعترف بجرائمها في الجزائر؟ لماذا لا تعوض الشعب الجزائري؟ لماذا لا
يعني احنا مطالب الشعب الجزائري هي اولا الاعتراف والتعويض، وحتى انه ماكرون تحدث قبل انتخابه رئيس لفرنسا بقضيه الاعتراف، ثم بعد ذلك سرعان ما تراجع على هذا الحديث، وهكذا فعل الرؤساء الفرنسيين من قبل. احنا لا ننتظر من الفرنسيين ان يتحدثوا لنا عن تعويض، احنا من ينبغي ان يجرم الاستعمار الفرنسي. الامر الثاني متعلق بالهويه والثقافه الشعبيه والثقافه الجزائريه. احنا كنا طرحنا في مبادرات سابقه طرحتها الطبقه السياسيه ككل طبقه صادقه التي تعتقد في فرنسا انها عدو ابدي وسيبقى عدو ابدي، عدو تاريخي وسيبقى عدو تاريخي. طرحت موضوع تجريم استعمال اللغه الفرنسيه كلغه تعامل وكلغه رسميه في الادارات، واحنا الان لاحظوا يعني كيفاش رغم انه بيان السياسه العامه في تكلم على تطوير اللغة العربية، وبعد ذلك مباشرة بعد البيان جت مراسلات بالفرنسية من مؤسسات حكومية ورسمية للشعب الجزائري. لما تقلص النفوذ الثقافي الفرنسي، فرنسا راح تعرف مكانها الحقيقي وعلاقتها تنبني مع الدولة على أساس ندي وعلى أساس مبدأ رابح رابح وعلى أساس مبدأ سيادة مقابل سيادة. ماذا يقصد ماكرون في تصريحه الأخير عندما يتحدث أو يتساءل عن وجود أمة جزائرية؟ هو هذه قضية نفسية. هو عادة ما حاشاكم السراق، ماذا به عمم الناس كل سراقين باش ما يبانش في النص، واللقيط عادة ما يتهم كل الناس بأنه لقطاء لحتى لا يظهر في الناس. هو الإنسان الذي لا وجود له يتهم أمم أخرى هما نهار جاوا للجزائر داو منها الحضارة. احنا واش قرينا في التاريخ؟ الأمة الجزائرية كانت موجودة وخزائنها هما اللي سرقوها، خزائن الدولة الجزائرية سرقوها وسرقوا شيء كثير، ولذلك الآن هم يريدون أن يهاجمونا هجوم غير صحيح غير سليم. هم يريدون أو يريدوا ماكرون أن يحاول يعقدنا، لأن الإنسان المعقد يحب يمارس على الآخرين أسلوب التعقيد. ولهذا احنا نقولوا عادة ما نقولوا في علم النفس وفي الفلسفة، من نفى شيئا فقد أثبته، ليعمل على نفي شيء. فالأمة الجزائرية موجودة في أمة تنتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة كبيرة. ولذلك لما يجي واحد يقول بلي هذه الأمة غير موجودة، راهو واش راهو يدير؟ راهو يتكلم في كلام يأكد في شيء، ومن جهة ثانية يعبر. لأن لما نجيو للفرنسيين، وقتاش الفرنسيين ذاك النهار والغال مدايرين فيهم الرأي أكثر من ما يصيفون الآن طالبان في هما الغال كانوا أسوأ، الغال كانوا وحوش. ولولا سليمان القانوني في الدولة العثمانية، وهذه العقدة، هذه العقدة الحقيقية، لولا سليمان القانوني فرنسا كانت ما تكونش، لأن المجر كانت معولة تقضي عليها. ولذلك ولولا الأسطول الجزائري في مارسيليا كانت تديها الإسبان، ما كانتش تكون. ولهذا العقدة من وجود الأمة الجزائرية ضمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مقلقتهم، لأنها أمة أقوى استطاعت أنها تقول لهم احنا اللي خليناكم موجودين. هذا البعد، هذا البعد النفسي معقدهم، ولما ولا معقدهم حبوا هما يعاودوا يعملوا على اساس اننا احنا اللي يتهمونا بشيء ما فيناش. هذا يتطلب منا واش؟ احنا امه موجوده يحبوا ولا ما يحبوش، لان موش هما اللي وجدونا حتى ينفيوها علينا، لكن هما ما يقدروش ينفيوا العار اللي داروه، وهو انهم قتلوا 5.5 مليون جزائري. ما يقدروش ينفيوا العار اللي داروه، وهو انهم داروا تجارب نوويه في الجزائر. ما يقدروش ينفيوا انهم سرقوا ثروات افريقيا، مش الجزائر برك، هم لصوص. تاكي تقول واحد لص، دوله لص. انا نقدر نقول انا، بصح انا مانيش دوله لص. احنا مانيش دولة تاع قطاع طرق، مانيش دولة تاع ناس قتلت الناس بينما هم فعلوا ذلك. ولذلك لما تتباين المعايير في الدول، انا نقول الان مطلوب منا احنا كجزائريين، وانا هذه اللي ما فهمتهاش، علاه كل مرة يتطرح مشروع قانون تجريم الاستعمار نجبدوا الفرامة. انا مش فاهم هذه علاه. اذا فرنسا ماهيش راضية علينا الى يوم الدين، إذا فرنسا دارت فينا الجرائم وعندنا 5.5 مليون دين دم جزائريين سقات هذه الأرض. ولذلك مطلوب اليوم ما نحطوش هذا الموضوع في مزايدة سياسية، هذا الموضوع يبقى موضوع
ذاكرة شعب جزائري، ذاكرة دم تاع الجزائريين لازم يترسم، ولازم طيب. فرنسا تحس باللي دارت جرائم حرب، ولازم تولي تطلع في حساباتها كيفاه الفرنسيين اللي يتعقدوا اللي راهم يظنوا روحهم حضاريين، هم كانوا أكثر الناس وحشية في العالم الحديث. طيب بروفيسور محمد خو، جاء أمس بيان الرئاسة كان حادا، وجاء فيه لأول مرة أنه كما قال الأستاذ كمال حول شهداء 5 ملايين، أكثر من 5.5 ملايين شهيد، ما رأيك في هذه النقطة؟ نقطة ثانية، هل في قادم الأيام سنشهد فصل جديد إن صح التعبير في هذه الأزمة، وربما تصعيد أكثر من طرف الجزائر؟ يعني الرد، تعرف أن السياسة الخارجية من صلاحية رئيس الجمهورية، وأنه سحب السفير هو درجة عالية في توتر العلاقات بين الدولتين، والطرف اللي يسحب السفير هو الطرف اللي عاقب، لأنه لا يجد لا يجد يعني مع من يتحدث. يعني سحب القناة الرسمية لهذه الدولة يعتبر يعني عقابا لها في يعني في المعنى الدبلوماسي، أغلق باب الحوار، باب الحوار والتواصل، تواصل نعم. ف يعني ما نشهده منذ وصول الرئيس تبون فيما يخص السياسة الخارجية، خاصة فيما يخص التعامل مع فرنسا، وخاصة في ملفات يعني مهمة، وملفات يعني لها وزن خاص عند الجزائريين، في ملف الهوية، في ملف التاريخ. نلاحظ بأنه الإجابة الأولى اللي رفضتها الجزائر تمثل في الكتاب اللي صدره بنجامين ستورا اللي عين من طرف الفرنسي فيما يخص ملف تاع الذاكرة، واصدر كتاب في مارس من في هذه السنة واسمه فرانس الجيري لي باسيون دولوروز. خلاصة هذا الكتاب وفي لي ريكومونداسيون تاعو واش يقول هو، يعني يقول بأنه هناك تاريخ جزائري عن العلاقات الفرنسية الجزائرية، وهناك تاريخ فرنسي عن العلاقات الفرنسية الجزائرية، وأن الاتجاه اللي لازم نروحوا له هو أن أون فا ديباسيوني هذا التاريخ، بمعنى أنه نتجه إلى توحيد التاريخ بين تاع الدولتين، وهذا يعني اللي بعد الطرف الجزائري انسحب تماما من هذا الملف. الرد الجزائري أعتقد فيه من القساوة ومن الندية ومن خلط الأوراق، يعني كما يقولوا في اللغة الدبلوماسية، من الانتقال إلى مرحلة أخرى، وهي أنه ابتداء من الآن لم نعد نقبل إدخال مشاكلكم السياسية في القضايا تاع الجزائر. أما إذا قلت لي كيف يتطور تاع الموضوع، الجزائر تملك أوراق كثيرة فيما يخص الطرف الفرنسي. اولا تملك الجاليه، تعرف ان دائما الممثلين اللي يترشحوا يجي يزوروا تاع الجزائر، كلهم يجي يزوروا ويقابلوا الرئيس الجزائري ويصدروا مزايدات فيما يخص تاع التاريخ، اغلب بما فيهم ماكرون جاء لهنايا في زمن بوتفليقه وقال بان صديق الجزائر. فانا اتصور بانه الذي سوف يقطع المسافه، نصف تاع المسافه نحو الطرف الاخر، هو الطرف الفرنسي، لان اولا وقبل كل شيء كما قال الزملاء الوضع الاقتصادي وضع صعب جدا، وتلاحظ ما في كوفيد يعني في المرحله تاع السابقه اثرت عليهم، كانوا يخسروا مبالغ كبيره من حيث السياحه، من حيث كل الجانب الثاني ان الجزائر بخروج بريطانيا زادت وسعت مجال تاع المناوره فيما يخص يعني المبادرات التجاريه. الجانب الثالث ان ما تنساش بلي الجزائر الان تطرح قضية مراجعة عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفيه زيت تفرض أكثر خاصة في الجانب السياسي. فيما يخص الجانب الثالث، الوضع اللي يحدث في المالي يعني وفي الساحل، هذا كله يعني يمد للجزائر طرفا ضاغطا أكثر. ورابعا وأهم كل شيء هو الديكلان، الانهيار، التراجع اللي تعرفه فرنسا في المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، هذا يمد للجزائر فيما يخص. أنت تعرف كل اللي كتبوا في هذا المجال واللي نظروا بريجنسكي يقولوا بلي 2020-2025 هي وصول الصين إلى يعني مركز النظام الدولي، وتراجع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. طيب فهذا طيب ربما هذه نقطة مهمة أيضا تخيف أيضا دول بالفعل الأوروبية على رأسها. ولا سمحتي برك الله ما تزوج باختصار محمد خوج، هو أنه الاستهلاك اللي يعني فيه دراسات تقول بأنه زيادة الطلب على المواد الأولية الحديد والنحاس وعتها الزنك مع في مرحلة ما بعد كوفيد، هذا راح الخريطة الجيوبوليتيك تتغير، وهذا يؤدي الى انه بلدان اللي فيها تاع المواد يكون عندها وزن يعني مؤثر كثير في موازين الدولية. طيب اذا مشاهدينا الكرام نخرج فاصل اشهاري ولنعود معكم، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذا الجزء الثاني من برنامج مع الحدث. لمن التحق بنا للثو، ناقشنا في الجزء الأول آخر التصريحات من طرف الرئيس الفرنسي مانويل
ماكرون وتداعياتها، وسنناقش في هذا الجزء الثاني أهم ما جاء اليوم في مجلة الجيش. نعم، الجزائر قوة ضاربة بمبادئها الراسخة ومواقفها الثابتة وقراراتها السيادية، وشعبها الأبي وجيشها العتيد أرقت مضاجع المخزن وأدخلت الرعب واليأس في نفوس الخونة. نعم، الجزائر قوة ضاربة، ومن يمانع أو يعترض فما عليه إلا أن يذرف الدموع أمام حائط البراق أو المبكى كما جاء في مجلة الجيش. أبدأ معك النقاش السي حساني، كيف تفسر ما جاء اليوم في مجلة الجيش؟ يعني في حدة فيما يتعلق بخطاب الذي كان مباشر للمخزن، وجاء بصريح العبارة في مجلة الجيش أن الجزائر قوة ضاربة ومن يمانع أو يعترض فما عليه إلا أن يذرف الدموع أمام حائط البراق. هو يعني طلعنا على ما ورد في افتتاحية جريدة مجلة الجيش اليوم، يعني لاحظنا أنه تناول ثلاث محاور أساسية. المحور الأول متعلق بتطور قدرات دفاعية للجيش الجزائري من خلال التمرين الأخير، من خلال مجموعة العمليات العسكرية والأمنية اللي قام بها الجيش في إطار تطوير قدرات الجيش، وهذا أكيد جيش قوي، يعني دولة قوية، دولة ذات سيادة، جيش يحمي حدود البلاد، يحمي وحدة الوطن، يسهر في إطار مهامه الدستورية على جعل الجزائر دولة سيدة. وربما يعني الوضع الإقليمي والأمني اللي تعيشه البلاد على مستوى كل نقاط الحدود، بدءا من المغرب إلى مالي إلى النيجر إلى ليبيا إلى تونس إلى الآن في البحر المتوسط إلى غير ذلك، كلها نقاط ساخنة تستدعي أن الجيش يرتقي بتطوير قدراته إلى مستوى، وربما راه واصل إلى مستوى الدفاع على وحدة البلاد وعلى الوحدة الترابية للبلاد إلى غير ذلك. المحور الثاني اللي تناولته مجلة الجيش وهو تناول موضوع التطورات على صعيد العلاقات الجزائرية المغربية، وخاصة بعد يعني المغرب وإن أخذ منحى آخر في علاقاته مع الجزائر، لم يتوقف على مشكلة الصحراء الغربية التي هي مشكلة تصفية استعمار في إطار الأمم المتحدة، ولكن راح إلى موضوع تطبيع فيه استهداف مباشر للجزائر، فيه استهداف مباشر لوحدة الجزائر، فيه استهداف مباشر إلى وجود مغرب عربي موحد، وإلى ربما بناء مغرب عربي يجمع هذه الدول في إطار أمن واستقرار. لماذا؟ لأن دخول العدو الصهيوني والكيان الصهيوني إلى المنطقة هو أذان بعدم استقرار المنطقة، وأذان ببعث توترات اللي من شأنها أنها ربما يعني عامل الاستقرار في المنطقة واللي مهدد، وعامل الأمن والطمأنينة اللي كان يسود العلاقات بين بلدان المغرب العربي واللي في مشكل كبير، نظرا لأن هذا العدو أطماعه هي أطماع استعمارية، أطماعه هي أطماع تفتيتية، أطماعه هي أطماع تدميرية لمكونات، لأن حربه هي حرب عقائدية هويتية قبل أن تكون حرب أمنية إلى غير ذلك. وربما المغرب من خلال هذه الخطوات ربما نلاحظ أن تصعيد تاع المغرب تجاه الجزائر، تصعيد تاع المخزن تجاه الجزائر اشتد منذ التطبيع مع إسرائيل. نعم. منذ ما التطبيع مع إسرائيل، وتيرة الاستفزاز الجزائر من طرف القضية الفلسطينية، وتيرة الشحن ازدادت منذ التطبيع مع إسرائيل، وكأنه يستأسد بهذا المطبع وبهذه العلاقات الجديدة على بلدان الجوار وبلدان المغرب العربي. النقطة الثالثة اللي وردت في مجلة الجيش واللي يعني الجزائريين يتفقون عليها ويثمنون موقف الجيش فيها، وهي ما تعلق بالقضية الفلسطينية، وأن الجزائر لا تقف على الحياد في موضوع التطبيع، ولا تقف على الحياد في موضوع الدفاع على القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الحق وهذا ما يزعج، وهذا طبعا لأن ما الذي يزعج إسرائيل؟ وما الذي يجعل إسرائيل تستهدف التواجد في المغرب من أجل أنها تكون قريبة من دولة اللي ما زالت ترفع راية الممانعة وراية رفض التطبيع ومقاومة كل أشكال التطبيع في المنطقة؟ طيب سي كمال، جاء اليوم في مجلة الجيش أيضا أن هناك بروباغاندا مضللة تحاول عبثا نيل من الجزائر واستهداف سيادتها الوطنية. هل موقف الجزائر ثابت إزاء دول أو القضايا المحورية على رأسها القضية الفلسطينية كما كان يتحدث الأستاذ حساني والقضية الصحراوية ربما يزعج البعض؟ طبعا هي القضية الجزائر مواقفها يعني الرأي
الانسجام الكبير جدا بين الرأي الشعبي والرأي الرسمي، وهذا له دور فاعل في عملية قوة الموقف، أنه كاين انسجام قوي، انسجام وقوة كبيرة متناغمة بين 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 الشعب وبين المؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش في هذا الموضوع. هذا لأنه الجزائر، الشعب الجزائري شعب ضحى بخمس ملايين ونص، تركبت في راسه رؤية بأنه ضد واحد ظالم ومع المظلوم مهما كان. ولذلك الصحراء الغربية راهي تصفية استعمار في مواثيق دولية، وفلسطين بالنسبة لنا هي قطعة، هي جزء منا. اثنين، أنه هذا الكيان الصهيوني الغاصب في ظل هذا شراء الذمم والهرولة نحو التطبيع، والدول التي كانوا يظن أنها لا تسير في فلك التطبيع ومشات في فلك التطبيع، بقات الجزائر عرصة بالنسبة لهم، حجرة يعني تتكسر كجميع المؤامرات حولها. ولذلك اللي يقود هذه المهمة تقودها الرئاسة من خلال مواقف، تقودها مؤسسة الجيش، والرسالة القوية بأن هذه الأمة ما تموتش، هذه الأمة ما تفناش، هذه الأمة تقدر بعض أجزائها تطيح ولكن الأمة تبقى واقفة. الجزائر الآن رافعة راية الأمة، لأنه راية حاول البعض أنه يبيعها في عالم النخاسة، فحاول البعض أنه يبيعها بعرضه بشرفه، ومن ضمن هذا المواقف المخزن اللي هي بيع لقضية، القضية المركزية في الأمة الإسلامية والعربية، تبيعها بسبب أنه وتستقوي بها على أخوانك وتستقوي بها على جيرانك. وكل هذا يبين بأن هذا مش جديد. يعني المخزن لما كانت فرنسا محتلة الجزائر، شكون اللي وقف مع فرنسا ضد الأمير عبد القادر وخلى الأمير عبد القادر يضطر إلى أنه يدير المعاهدة مع فرنسا ويدير؟ وشكون اللي سلم الخمسة الثوار، الطائرة معروفة اللي شكون القادر الخمسة من؟ إذن هذا المخزن تاريخه ليس من اليوم، ولذلك لا يستغرب شيء إذا جاء من أهله. طيب، لا يستغرب. ولهذا احنا نقول بأنه الشيء القوي أنه لما نحمي قرار المؤسسات هذه من خلال انسجام كل القوى الوطنية الشعبية والدولة ومؤسساتها، رايح يعطي قوة كبيرة لاستمرار الدولة الجزائرية، وسيزيد الضغط وسيزيد التعب. ولكن نقول بأن الشرف ما يلزمش يطيح، لأنه لما يطيح الشرف يقولوا في المثل العربي الحرة تموت ولا تأكل بثديها. طيب أستاذ محمد خوجة، نتحدث الآن عن ترسانة البشرية والإمكانيات التي يسخر بها الجيش الوطني الشعبي. ربما الكثير يتحدث عن فيه بعض ربما التصنيفات وضعت الجيش الجزائري في المرتبة الأولى في المغرب العربي. كيف يؤثر هذا على البعض، بعض الدول الجارة؟ وهنا في مجلة الجيش كما سألت منذ قليل أستاذ حساني عن ربما تصريح حاد فيما يتعلق بالجزائر بأنها قوة ضاربة، ومن يمانع عليه ويعترض فما عليه لن يذرف دموع أمام حائط البراق. شوف، يعني في المتعارف المعروف يعني في بديهيات، أنه في بديهيات علم السياسة، أنه قوة أي دولة هي من تماسك وتلاحم البنية الداخلية، ثم يجي الجانب وما ينجر عليه من استقرار سياسي واجتماعي، ثم كذلك البنية الاقتصادية، يعني الدولة قادرة أنها بخص الفلاحة والصناعة والتجارة. وكل هذا لا يمكن أن يعطي للدولة قوة، لأننا في عالم يعني غير مستقر. هو الجانب العسكري، أن الدولة تكون عندها رادع عسكري. وفي ورعة الجزائر نلاحظ بأنه الجيش الوطني الشعبي على يعني منذ الاستقلال، يعني اللي هو سليل الجيش التحرير الوطني، لاحظوا دائما كان في طليعة المواجهة، وكان في طليعة يعني الدفاع عن الجزائر فيما يخص التهديدات الخارجية أو فيما يخص المساعدة في الوضع الداخلي. لاحظ ما يلي:
بأنه ما يحدث في الجزائر هناك توجه قوي في السياسة الخارجية. رئيس تبون في الأسابيع الأولى لوصوله إلى السلطة قال بأنه سألوا صحافي فيما يخص التطبيع قال إحنا لا نسعى إلى الهرولة ولا نسعى إلى التطبيع، وكانت هذه هي المؤشر. من ذاك الوقت بدأت الأبواق. نعم بدأت الأبواق. لماذا؟ لأنه كان فيه معطيات بأنه على حدودنا الغربية هناك توجه لتطبيع. ما معنى التطبيع؟ لماذا التطبيع يهدد الجزائر؟ أنا أقول لك الدولة المغربية عندها خوف وجودي من المخزن المغربي، عنده خوف وجودي من الجزائر، لأن لحظة استقلال المغرب كان مرتبط بالجزائر. 56 عيطوا لهم الفرنسيين وقالوا لهم يلا نتفاوضوا نعطوكم شبه استقلال كما هما كما التوانسة، هذا كان من الجزائر. وبالتالي منذ وجود الدولة المغربية الحديثة من لحظة وجودها كلها مرتبط بالأوضاع في الجزائر. يعني وهذا الشيء هذا عكس ما وعدنا في الجزائر. احنا فيما يخص تلاحظ حتى الان في عز الازمه مع تاع المغرب لاحظ يعني الاعلام الجزائري الا في حاله الرد، يعني ماهوش مسهر يعني ودار اله اعلاميه ومشغول بها هكذا كامل اعلام المخزن حتى في ازماتهم الداخليه عندما كان عندهم مشاكل في الحسيمه الاعلام الجزائري غير ذلك. الان المشكله تطبيع مع تاع الجزائر بغض النظر عن مواقف الشعب الجزائري والسلطه الجزائريه مع الفلسطينيين لاننا نعتبرهم يعني ما حدث لهم حدث لنا وبالتالي نتقاسم في هذا المجال، لان المغرب يرى ما يلي بان ما حدث في الجزائر من 2019 التوجه نحو عمليه الديمقراطيه انه استرجاع الجزائر لسيادتها الاقتصاديه ولقرارها كل هذا سيؤدي وعمليه بناء القوى الضاربه يعني فيما يخص الجيش الوطني الشعبي فيما يخص اكتساب القدرات، وهذا لاننا دوله محوريه يعني لازم يكون هذا الامر. كل هذا خلى بانه المخزن يرى بانه الحل الوحيد لامكانيه بقاء النظام تاع المخزن لبقاء تاع الملكيه هو التمسك بالصهيونيه، وتاريخيا حدث ذلك كما يقول المؤرخون التاريخ مسار طويل لا يقبل التطويع ولا يقبل التقطع. عندما كانت الجزائر مع الدولة العثمانية في مواجهة الإسبان كان المغرب في علاقات طيبة جدا وعلاقات يعني ودية مع الإسبان. لاحظ نفس الفصل من التاريخ يعاد. الآن الاحتماء بالصهيونية هو الخوف الوجودي من القوى الإقليمية اللي ظهرت في الجزائر. هذه القوى الإقليمية كما قال رئيس تبون هي قوى للسلام، قوى لخلق استقرار، لأن منطقة المتوسط بكل المعايير هي المنطقة الأكثر اضطرابا في العالم. علاش؟ يلتقي فيها العالم المتقدم مع الجنوب بمشاكله الاقتصادية والسياسية. طيب أستاذ حسان، اليوم أيضا جاء في مجلة الجيش بأن الجزائر واجهت كل هذه الأعمال العدائية صادرة من طرف المخزن بأقصى درجات ضبط النفس وفقا لمبدأ حسن الجوار، لكن في كل مرة المخزن يتمادى وربما في بعض الأحيان قضايا صغيرة يستغلها ثم تصبح يعني وكأنها مادة دسمة في المغرب في الإعلام المغربي. ماذا يريد المخزن من كل ما حدث في في في, في الآونة الأخيرة وبعد كل هذه السقطات المتتالية؟ لماذا المخزن اليوم لا يهتم بشؤونه الداخلية ويتحدث عن الجزائر في كل مرة؟ هو ربما مشكلة المخزن معروفة، يعني كي نجيو تاريخيا تفضل الأستاذ بسرد بعض القضايا التاريخية اللي موجودة في تاريخ العلاقة بين البلدين حتى في مرحلة الاستعمار حتى في مرحلة الخيانات التي وقعت من المخزن. ربما ذكر أستاذ كمال بعضها ونذكره بأنه في الحرب تاع 67 اللي نعم. سرب المعلومات تاع الجيوش العربية ومواعيد الطائرات إلى غير ذلك هو المخزن إلى غير ذلك. فمشكلة المخزن هي في قضية الصحراء الغربية لأن كان هناك إخفاق خاصة بعد الحكم الأخير تاع محكمة العدل الأوروبية وبعض القضايا اللي خلات المغرب تخسر الرهان تاعها في القضية تاع قضية الصحراء الغربية. هذه القضية التاريخية اللي خلات المخزن ربما يعني نزيدوا نكرروا لأن موضوع التطبيع مع إسرائيل والاستقواء بإسرائيل مش موضوع بسيط بالنسبة إلينا الآن. إذا نشوفوا العلاقات اللي تدار أو إذا نشوفوا المواقف السياسية التي تصدر عن المخزن فهي مواقف مبنية على الاستشارة على الخبرة اليهودية مبنية على استشارة خبراء إسرائيليين موجودون من اليهود المغاربة إلى السلطة. أغلبهم المراكز الصناعة القرار في إسرائيل هم من اليهود المغاربة. وجود اليهود المغاربة في
في المغرب في اسرائيل وجود اليهود في المغرب هذا عامل مهم يعني في جعل في اسر العلاقات الجزائريه في تطويع العلاقات المغربيه لصالح اسرائيل وفي جعل الخطاب المغربي هو خطاب مبني على الاستشاره الاسرائيليه اليهوديه اللي عندها اغراض معروفه مش الوقت اللي مجال ذكرها. طبعا المخزن احنا بالنسبه لنا القضايا بالاضافه الى مشكل التطبيع مشكل تاع يعني الاعتراف بحركات انفصاليه وحركات اللي عندها يعني اهداف مشبوهه تجاه الوطن وتريد تقسيم الوطن عندها مخططات يعني معروفه وهذه الحركات لها علاقه مباشره باسرائيل يعني حركه الماك مثلا هي حركه مربوطه باسرائيل ارتباط كلي وارتباط عضوي من خلال علاقات سابقه لمؤسسيها مع زيارات وجودها في فرنسا ايضا لان هذه الحركه اللي راهي موجوده وتنطلق من فرنسا هذا كله خلي المغرب دائما يعني في خطابه في علاقاته في تصرفاته في سلوكه الدبلوماسي في سلوكه السياسي سلوك عدائي تجاه الجزائر اللي يخلي ربما العلاقات دائما تصل الى هذا المستوى من التوتر. طيب استاذ كمال ربما سقطات متتاليه شهدها المغرب سواء دبلوماسيه وفي علاقاته ايضا ربما اخر مسمار دقه فيما يتعلق في نعش المخزن فيما يتعلق بالمحكمه الاوروبيه التي تحدثنا عليها منذ قليل والغاء اتفاقيات. طيب في ربما مصالح الدول الأكيد أنه في الاتفاقيات فيه مصالح لكن في كل مرة اليوم الكيان الصهيوني يضرب المخزن في ظهره. ماذا استفاد الكيان الصهيوني من هذا التطبيع رغم أنه هذا التطبيع الذي ربما هرولت إليه بعض الدول على غرار المخزن مع الكيان الصهيوني يستفز العرب والأمة الإسلامية سي كمال؟ ماذا استفاد المغرب من كل هذا؟ نعم هو في الحقيقة المشروع الصهيوني قائم على التطبيع لحاجة لأن وجود الدولة الصهيونية في فلسطين يعتبر عدم حقيقي لأنه كيان كأنك وضعت فيروس داخل جسم صحيح هذا الفيروس يلقى مقاومة مستمرة هو يريد الفيروس أن يوسع دائرة الانتشار داخل الجسم من خلال إصابة كل الخلايا ولذلك هو يعمل الآن الكيان الصهيوني عمل على الجهة الشرقية وحاول في أفريقيا ولقى الجزائر هي الصخرة اللي صداته الآن على الجهة الغربية لأنه الشعب الجزائري هو ناسي بأنه إذا عجز الكيان الصهيوني على فلسطينيين على الشعب الفلسطيني وجاي للشعب الجزائري يعني راهي رايح المكان يعني الشعب الجزائري كي يذكر اليهودي يقول حاشاكم تصور ما عنده الشعب الجزائري كي تقول له يهودي يقول حاشاكم بالنسبه ليه ممسوح من راسه يحاول انه يحيط بالجزائر من وشكون هي الدوله الحاضنه؟ الدوله الحاضنه هي المغرب لماذا كما قال الاستاذ لأن الكيان الصهيوني الآن الذي يدير دفاته هم اليهود يهود المغاربة وهذا اختراق يعني الدولة الصهيونية استطاعت أن تخترق النظام المغربي من خلال تجنيد الجالية أو اليهود المغاربة في 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 فلسطين وتحويل الكفة إلى الجهة الأخرى الآن الجزائر أو في هذا الخضم مع الأزمة الحقيقية اللي يعيشها المغرب المخزن ومع الوضع الضربة القوية اللي دهم المحكمة الأوروبية فيما يتعلق بالاعتراف بجبهة البوليزاريو ممثل للشعب الصحراوي وإلغاء الاتفاقيات لأن الاتفاقيات هي ضربة قاسمة للظهر هي أكثر من اعتراف لماذا؟ لأن آثارها على الشيء الآخر وهو يضرب مشكلة الكراكرات لأن معنى ذلك وهذه الأمور كلها هي بالنسبة للمغرب هي متنفس الآن يزيد الضغط عليه ولذلك يحاول أن يفك على نفسه هذا وين يروح يفك على نفسه من خلال التوجه نحو العداء مع الجزائر من أجل أن يلهينا ولكن القوة الجزائرية سواء متعلقة بالجيش أو المخابرات أو الرئاسة أو القوة الوطنية كلها انسجامها
في خندق واحد الخيارات الوطنية سيكسر هذه المؤامرات وسيكسر هذه الضربات التي يريد البعض أن يعمل لها. ونقول في هذا المقام بأن المغرب كذلك يستعمل ما يسمى بالتواصل ما يسمى بشبكات التواصل للتأثير، وهذا مطلوب مطلوب أنه تتحرك القوة كل القوة الوطنية إلى إعادة إحياء الرؤية الوطنية بأن يمكن أن يتدخل هذا الفيروس الخبيث في سياقات قد لا ننتبه إليها. طيب أستاذ محمد خوجة، في ظل كل هذه المعطيات والضربات التي تحدث عليها الآن أستاذ كمال، لماذا تسعى بعض الدول في الجزائر؟ هل فعلا اليوم الجزائر أصبحت عائقا وشوكة في حلق بعض الدول إن صح التعبير، خاصة في ظل كل هذه الاستفزازات التي تأتينا من الخارج؟ وكيف يمكن في ظل كل هذه الظروف ترصين الجبهة الداخلية سي محمد؟ شوف يعني المنظرين يعني المعروفين عالميا وحتى يعني كتابات كثيرة في الجانب الأكاديمي تقول بأنه هناك يعني تحول عميق فيما يخص موازين القوى من 2020 إلى 2025، وأن 2030 ستكون موازين يعني التأثير تكون موجودة في آسيا وليست في الأطلسي وليست في أوروبا وأمريكا. الآن الجزائر فيما يخص هذا في خضم هذه يعني التموقعات الجيوسياسية، لاحظ بأن الجزائر منذ الاستقلال كان فيما يخص الصداقة مع الاتحاد السوفيتي ثم روسيا، وفيما يخص الرهان على الصين وهي رهانات أثبت التاريخ بأنها صحيحة لأنها بنيت على مصالح وعلى مواقف يعني ثابتة. وفي حقيقة الأمر عندما أشارت مجلة الجيش إلى المواقف وإلى المبادئ، الأمم هي مواقف ومبادئ، ما يبقى في التاريخ هو مواقف هذه الدول ومبادئها. لماذا هذه المواقف والمبادئ مهمة بالنسبة إلى الدول؟ لأن هذه المواقف هذه الدول هي التي تعبئ الشعوب، يعني هذه هي اللي تجمع الشعوب أو تفرقها. فالآن عندما تروح إلى مواقف الجزائر في الستينات وفي السبعينات وفي التسعينات والآن تجدها كلها متسقة ومنسجمة مع بعضها، ولكن نشوفوا احنا رجعنا في السبعينات نشوفوا بأن المغرب كان مع موبوتو وكان مع في يعني كل يعني القوة يعني مع الحلف الرأسمالي اللي كان مناهض لتحرر تاع الشعوب. فتلاحظ بأنه الآن هذا يعني الاستفزازات وهذا الأكاذيب وحرب الجيل الخامسة حرب الجيل الخامس اللي موجودة في المغرب واللي كانت في فرنسا واللي كانت في دول أخرى، الهدف منها ما هو؟ الخوف من بروز الجزائر كقوة إقليمية. علاه؟ لأنه عندما تكون عندك استقرار سياسي وتحل المشكلات اللي كانت موجودة والحمد لله يعني تتجه من الحسن إلى الأحسن، وعندما تأخذ القرار الاقتصادي وعندما تبان لك الرؤية وتتحالف مع قوى كبرى لا سيما الصين، العلاقات الاستراتيجية احنا حليف، الجزائر حليف بالنسبة للصين، هو عبارة عن بارتنير استراتيجيك يعني عبارة عن شريك استراتيجي، ونفس الشيء في المجال العسكري مع روسيا. كل هذا يخلي الدول، انا نقول لك ما هي المرحله التاريخيه اللي الجزائر تحطت على لو بلاتو كونتينونتال وتحطت على الحدود التقسيمات؟ تمت الا في من 2015 يعني مع بروز يعني قوة الضاربة للجيش الوطني الشعبي، أصبح هناك يعني قدرات في المجال البحري وفي المجال الجوي اللي الجزائر يعني ثبتت فيما يخص يعني حدودها البحرية. هذا يعطي لك يعني بعض الدول لحد الآن ما عندهاش التشاطئ مع الدول الأوروبية. فالآن دولة كما فرنسا ترى بأن المغرب اللي هو أحد يعني الحدائق الخلفية اللي تلعب فيها، وبعد يعني الفرنسيين الكتاب الفرنسيين وحتى اليسار يهاجم اليمين يقول لهم باللي ما يسمى باللي فرانس أفريك، النخب الفرنسية يعني رجال الساسة الفرنسيين يروح ياخذوا الأموال من عند الدول هذه تاع الأوروبية من الحكام تاع الدول الأوروبية وهما اللي يدير لهم الاقتصاد تاعهم. أرجع إلى 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 عدة يعني ديسكوندار اللي خرجت في شكل تاع كتب اللي توضح مدى تورط النخبة الفرنسية فيما يحدث في إفريقيا. فالجزائر تمثل تهديد لأنها تنهي هذه شبكات تاع اللي ما يسمى بفرنس أفريك، ولأنها الجزائر دائما يعني اكثر من 16 دوله اللي نالت استقلالها بفضل الثوره الجزائريه. فنحن الان في اينوتر فيرسيون اللي هي انه تحرر القرار السياسي والقرار الاقتصادي والقرار العسكري تاع الجزائري هذا يخلي دول اخرى لا سيما دول تاع الجوار انها
يعني تهدد مصالح الدول الأجنبية. شكرا جزيلا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية البروفيسور محمد خوج على تلبية دعوة البرنامج. كما أشكر أيضا كل من نائب البرلماني عن حركة البناء الوطني أستاذ كمال بن خلوف على تلبية الدعوة. وشكرا موصول أيضا لك أستاذ عبد العالي حسن شريف عضو المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم على تلبية الدعوة. إذا مشاهدينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذا العدد من برنامج مع الحدث، ألقاكم في أعداد أخرى، لكم مني خالص الشكر والسلام عليكم.